ازيكم عاملين ايه؟ انا ازيس، اهلا بيكم لو انتوا اول مره تشوفوني، واهلا بيكم برضو لو انتوا دايما بتشوفوني. الفيديو بتاع النهارده جايبه لكم احسن ديوب واحسن يعني بديل للاورديناري اللي هو النياسيامايد اللي كل الناس بتبقى عايزه تشتريه، وللاسف هو فيه كذا مشكله ان هو سعره غالي قوي من بعد موضوع الدولار والكلام ده كله، ده غير ان احنا اصلا بنشتريه دايما واحنا حاطين ايدينا على قلبنا اللي هو يا ترى هيطلع اوريجينال ولا لا، وان هو مضروب طول الوقت وبتبقي قاعده في حيره، طب انا دفعت فلوسي في حاجه اوريجينال ولا انا اتضحك عليا، خصوصا ان هو سعره بقى غالي قوي، سعره وصل 400 جنيه. فانا حاسه ان ده كتير قوي ان احنا ندفعه في وقت زي ده. واوردينري انا كنت عامله لكم فيديو كامل عنه عشان تعرفوا اصلا حلو ولا لا، وبيعمل الحاجات اللي بيوعد بيها ولا لا، وكنت وريت لكم قد ايه هو كان يعني دمر بشرتي في البدايه وكان مطلع لي حبوب كتير. هبقى اسيب لكم لينك الفيديو ده عشان تشوفوه. ولكن اهم سؤال دايما اي حد بيشتري المنتج ده بيساله، هل هو كويس لشكل المسام ولا لا؟ انا حد عنده مسام في وشه، تمام؟ فانا ده كان اول تارجت ليا لما اشتريت اوردينري، مع العلم ان المسام يعني دي حاجه خلاص بقى لازم تبقوا عارفينها، ومش عايزه بقى الناس تقعد تضحك عليكم في منتجات وانتوا لو جبتوا ده هيحصل كذا، ومسام وشكوا تبقى جميله وكمان فارغ، ده مش هيحصل. بس يعني المسام هي مش حاجه بتتفتح وتتقفل، مش حاجه هنقفلها ونخليها بلورد كده واللي هو خلاص وشنا ازاز، ده مش بيحصل وده مش حقيقي، واي حاجه بتشوفها في الكاميرا هي مش حقيقيه. يعني انا وشي اللي في الكاميرا ده دلوقتي تحس ان هو ناعم وجميل كده، ده مش حقيقي طبعا، بس هي الكاميرا بتبيننا كده. وكمان مش بستخدم لايتنينج ولا بستخدم اسمها ايه دي رينج لايت ولا الحاجات دي كلها ولا سوفت بوكسز والكلام ده كله، فما بالك بقى لما يكون حد بيستخدم بقى الحاجات دي هيطلع شكل وشه ازاي؟ فده مش هتعرفي توصلي له بسهوله لان اصلا مفيش حد كده. ولكن النياسيامايد هو بيحسن من شكل المسام عشان هو بيظبط الاويل برودكشن في وشك، وانت لما وشك بيتفرز زيوت وحاجات كده كتير وانت مش بتظبطي افراز الزيوت ده، ده طبعا بيسد المسام فبيخلي شكلها اكبر وبيخلي انها توسع فعلا. فاحنا اللي بنشتغل على ان احنا نظبط افراز الزيوت وبننظف المسام فبيبان شكلها احسن، ومش اصغر بس بيبان شكلها احسن من الشكل الوحش اللي احنا بنبقى متضايقين منه، لان هي فعلا بتبقى مزعجه. انا معاكم انها مزعجه، ودي كانت من اكتر الحاجات المزعجه بالنسبه لي في حياتي موضوع المسام ده، انا حاسه ان غلط كتير قوي. المهم فدلوقتي انا يعني عارفه ان النياسيامايد برضو كلنا بنبقى عايزين نجربه، مهما احنا سمعنا كلام حلو او وحش على المنتج بنبقى احنا مش مرتاحين غير لو جربناه، بس منتج زي ده بيبقى غالي شويه. وساعتها انا حلت لكم المشكله دي من ان انا بعت لكم تقسيم ده زي ما ناس منكم عارفه او ناس لا هقول لكم برضو، يعني تاخدي كميه اقل من المنتج بسعر اقل. ولكن المره دي بقى عندي حل احسن خالص، وهو ان انا لقيت لكم بديل، والبديل ده ارخص 1000 مره من اوردينري، تمام؟ وهكلمكم عنه بالتفصيل وهقول لكم ايه الحاجات اللي شبه بعض فيها وايه الحاجات المختلفين فيها، ولو اني اصلا مش شايفه اختلاف كبير، وتستني منه ايه ومتستنيش منه ايه وكده. فيلا نروح على الفيديو عشان انا قعدت بتاع 3 دقايق ونص برغي، فيلا بينا نبدا الفيديو. طيب البديل بتاع اوردينري هيكون ايفا لسه منزلين السيرم بتاع النياسيامايد ده، هم منزلين على فكره سيرمز كتيره قوي، فيتامين اي والنياسيامايد وفيتامين سي وهيلورونيك اسيد. وانا كنت عامله لكم يعني ريفيو عن السيرم بتاع فيتامين سي، كان من ضمن منتجات كتير قوي ما حبيتهاش، ولكن النياسيامايد بتاعهم كويس قوي قوي قوي، لان هو حرفيا بجد البديل بتاع اوردينري. طيب انا ليه بقول عليه ان هو البديل بتاع اوردينري؟ مبدئيا الباكجينج بتاعه كويس قوي، وهما دايما بيعملوا حركه حلوه، هما بيجيبوا دي سيبريت اللي هي القطاره دي بتبقى في حته لوحدها، تمام، والحته الفاتحه اللي هنا دي بتبقى متغطيه ببتاع كده اللي هي بتخلي العبوات سكيورد عشان مفيش حاجه تقع وكده، فدي حاجه تحفه جدا في الباكجينج. هما نوعا ما نفس القوام ونفس كل حاجه، عشان انا بس مش معايا اوردينري هو خلصان فمش عارفه اوريكم للاسف، ولكن يعني هما نفس التكستشر بالظبط ونفس كل حاجه بالظبط، كانهم حرفيا واخدين اوردينري بتاع قصدي نياسيامايد بتاع اوردينري حاطينه في ايفا يعني. فدي كانت العلبه بتاعه اوردينري، ماشي. المهم يعني خلينا نبدا المقارنات. طيب اوردينري زي ما اتفقنا هو سعره 400 450، النياسيامايد بتاع ايفا سعره 180 جنيه بس، اوردينري
زي ما اتفقنا هو في مشكله رهيبه ان انت مش هتعرفي تجيبيه بسهوله اوريجينال، ودايما طول الوقت يبقى عندك شك طول ما انت جايباه، ولو استخدمتي حاجه كوبي هتقعدي قلقانه طول الوقت. طيب بتاع ايفا هو متوفر، تقدري تشتريه عادي من الويب سايت بتاعهم، قريب هتلاقيه نزل على امازون ونون وكده، بس هو بينزل دايما سعره غالي جدا. يعني انا شفته على امازون كان سعره 300 وحاجه، مع ان هو اصلا 180 جنيه على الويب سايت بتاع ايفا. تمام. ف ده عموما الفروقات من ناحيه الشكل الخارجي، وان انت هتشتريه وانت مطمنه ما فيهوش حوارات كتير يعني. طيب ايه اللي بيعمله السيروم بتاع النياسيامايد عموما عشان تبي عارفه انت هتستني منه ايه؟ انت كل اللي هتستنيه منه ان انت بعد ما تحطيه على بشرتك هتحسي ان انت حرفيا بشرتك كان حاجه مات جدا، هو بيخلي بشره فعلا مات، فهو مناسب اكتر لو انت بشرتك دهنيه او مختلطه مايله للدهنيه. هل هو مناسب للناس اللي بشرتها جافه او مختلطه مايله للجفاف؟ ممكن ان انت عادي تستخدميه، ولكن هتحتاجي ترطبي بعده بمرطب قوي جدا جدا، لان هو بجد بيخلي البشره بعد ما انت تحطيه مات قوي قوي، ولو حطيتي اي مرطب حتى تقيل هو نوعا ما بياخد من الترطيب بتاع الكريم ده وبيخليه اخف اكتر. فانا شايفه الاحسن الاحسن استخدميه لو انت بشرتك دهنيه، هو اصلا مخصص ان انت تتحكمي في افراز الزيوت، فمش حاسه ان هو هيفيدك قوي لو انت بشره جافه. هو كمان بيساعد على ان انت تفتحي لو انت عندك دارك سبوتس او عندك مثلا يعني اي تصبغات في البشره، فممكن انت كحد بشرته جافه يبقى عايز يستخدمه. فعشان كده بقول لك استخدميه، ولكن استخدميه مع مرطب تقيل قوي. هل هو اصلا بيفتح ولا لا؟ كنياسيامايد هو المفروض ان هو بيعمل كده، اوردينري بيعمل كده، ما اقدرش اقول ما بيعملش كده، ولكن بالسعر اللي انا هدفعه وان انا هقعد زي ما بقولك طول الوقت قلقانه والكلام ده كله، لا مش هجيبه. فشايفه ان البديل هيبقى النياسيامايد بتاع ايفا، بيفتح او كل حاجه. ما اقدرش اجزم بده 100% لاني لسه ما استخدمتوش، يعني ما كملتش حتى استخدامه شهر، ولكن انا كان عندي اثار حبايه هنا في دقني، هي بصراحه كانت صغيره يعني كانتش حاجه تذكر عشان برضو الكلام يبقى واضح. فلما استخدمته حسيت ان هو بس حسن من شكلها، وشايفه ان المده كانت قليله لان انا بقالي مثلا اسبوعين بالظبط بس بستخدمه، ف يعني ممكن هو اقول ان هو ممكن يكون بيفتح. ف لو انا هقول لك هتستخدميه لايه، جيبيه لموضوع المسام وان هو يحسن من افراز الزيوت اكتر. موضوع التفتيح ما تعتمديش ان هو ممكن يفتح قوي، علشان انا مش عايزه اقول حاجه انا مش متاكده منها وانتي تروحي تشتري وانتي تبقي مستنيه ده وما تلاقيش الريزلتس دي. بس انا شايفه ان هو نياسيامايد في الاخر و180 جنيه واشتريه ومش هيحصل اي مشكله، وممكن تستخدميه مع كريم تفتيح، ساعتها الدنيا هتبقى اقوى بكتير، وان هو يساعدك اكتر بكتير من ان انتي تستخدميه مع كريم مرطب عادي بس كل وظيفته ان هو الترطيب. انا عارفه ان الفيديو ممكن يكون بحس ان انا بتكلم بشكل مش مرتب شويه، بس انا دايما بصور في الايام بتاعه الاجازه بتاعه الشغل، وبصور اكتر من فيديو في نفس الوقت، فتحسوا ان انا تفكيري مشتت كده. المهم يعني خلينا نكمل. طيب انا عشان برضو في حاجه عايزه اقول لكم عليها، لان سيرم اوردينري طلع لي حبوب تحت الجلد، ودي حاجه عايزه الفت نظركم ليها. النياسيامايد عامه انا جربت اكتر من نوع سيرم نياسيامايد، وده كان اقرب واحد لاوردينري، انا ما طلع ليش حبوب تحت الجلد، ولكن الحاجه اللي انا عايزه اقول لكم عليها ان انت لو استخدمتي حاجه مرطب جل او مرطب خفيف قوي بعد النياسيامايد، سواء في الشتاء او في الصيف، يعني شوفوا احنا في عز الصيف بنبقى بشرتنا بتطلع زيوت كتير وبتطلع يعني تحسي بشرتك مزيته اكتر في الصيف طبعا، ومع ذلك انا بقول لك استخدمي كريم مرطب بيرطب اتقل من العادي، ولاش تستخدمي حاجه جل، خليكي في حاجه كريم اكتر. وعايزه بقى اعمل لكم فيديو عن المرطبات قريب عشان جربت حاجات كتير مؤخرا، ماشي. بلاش تستخدمي زي ما بقولك يعني مرطب جل، عشان حاسه ان هو مع الوقت ممكن ان هو يعملك حبوب تحت الجلد. انا عشان عارفه الموضوع ده من الاول فما كنتش بستخدم بعده مرطب جل، علشان ده مش هيخليني حاسه ان انا في عندي ترطيب كفايه، خصوصا ان احنا في الشتاء وهيطلع لي حبوب تحت الجلد. انا متاكده من حاجه زي دي، لان الحبوب اللي تحت الجلد بتطلع يا اما من الترطيب الزياده، لان انت بتغذي الفنج الاكني اللي هي طالعه في وشك دي، يا اما ان انت بترطبي وشك ترطيب خفيف جدا، فبالتالي بشرتك برضو بتفرز زيوت فتروح مطلعه حبوب لانها بترطب نفسها، لان الترطيب اللي انت حطاه مش كفايه واحنا كمان في الشتاء. ولكن عايزه اقول لكم على حاجه حلوه قوي، لو انت عايزه تستخدمي مرطب خفيف وتستفيدي من شكل البشره
ان هي مش مزيته وان هي شكلها حلو، ده اعمليه وانتي خارجه. يعني لو انتي بتحبي تخرجي من غير مكياج استخدمي السيروم ده، بجد هيبقى تحفه معاكي، لانه هو بجد بيخلي البشره شكلها جلوي كده، وفي نفس الوقت هي مات. يعني انتي بتحسي ان بشرتك مات تماما، هي مش مفيش اي ملمس زيوت على وشك، ولكن في لمعه، عارفين اللمعه الصحيه بتاعه الوش، ودي حاجه تحفه جدا بيعملها السيروم بتاع ايفا. فبعد ما تستخدميه استخدمي اي مرطب جل، اي مرطب انتي بترتاحي عليه وانتي خارجه، هيخلي بشرتك مات لاطول فتره ممكنه وانتي نازله الشارع، فهتحسي ان انتي وشك مش مزيت، فدي هتبقى حاجه كويسه. انما وانتي داخله تنامي لا، استخدمي نايت كريم يكون تقيل، حتى لو انتي بشرتك دهنيه، علشان خاطر احنا في الشتاء دي مبدئيا. تاني حاجه عشان ما يطلعلكيش حبوب تحت الجلد، ولو انتي بشرتك جافه ده مش نقاش، ده لازم تحطي بعده مرطب تقيل. بس يعني فده كل الحاجات اللي انا كنت عايزه اقولها، وهو فعلا بديل ارخص بكتير قوي قوي لبتاع اوردينري، وبديل للناس اللي تحب تريح دماغها، مش عايزه تحط نفسها زي ما بقول لكم في حته اوريجينال مش اوريجينال، طب هو مش عارفه ايه، مفيش الكلام ده. انت هتروحي تشتري حاجه مضمونه من شركه مصريه، وانا بصراحه بحب المنتجات المصريه، خصوصا شركه ايفا، لان هم بجد طول الوقت بيعملوا حاجات جديده وطول الوقت بيطوروا من نفسهم، ودي حاجه ممتازه. ساعات بتخيش منهم زي ما خيشت منهم في سيرم فيتامين سي، لانه بجد مش حلو، ما بيعملش اي حاجه، ريحته سيئه جدا. هبقى اسيب لكم لينك للفيديو اللي انا كنت بتكلم فيه عن منتجات انا ما عجبتنيش، وهتعرفوا اكتر عن سيروم فيتامين سي ايفا. ولسه برده ما زال تحت الاستخدام، لان الحاجات دي على فكره هي لسه طالعه، سيرومز ايفا لسه طالعه جديد. ولكن انا مع خبره استخدام المنتجات نوعا ما بقيت اعرف الخلاصه اللي هيديها لي المنتج ده، فعشان كده قلت لكم رايي في السريع، خصوصا لما الحاجه بتبقى لسه طالعه جديد الناس بتبقى عايزه تسمع رايي، طب هي اشتريه ولا لا، ومش بقى في ريفيوز كتير، فبحاول ان انا اول ما الحاجه تطلع اشتريها بدري علشان اجربها واعرف اديكم رايي في اسرع وقت، عشان تلحقوا نفسكم تعرفوا تشتري ايه وما تشتروش ايه، خصوصا ان الدنيا بقت غاليه. وهعمل لكم فيديو جاي او مش عارفه امتى يعني، بس هعمله المنتجات كامله من ايفا، حاجات بقى انا بحبها فعلا، حاجات تروحوا تشتروها وانا بقول لكم اشتروها على ضمانتي. و لو انتوا يعني مهتمين اعملوا شير الفيديو ده مع صحابكم، شوفوا مين مهتم ان هو يجرب اوردينري، مين عايز يجرب السيروم ده اصلا، ويعني تقولوا على بديل او كده. واصلا الفيديو مش مرتب قوي زي ما قلت لكم، عشان ببقى فاصله حرفيا، هو عايز اقعد ساكته وافضل قاعده ابص للسقف، مش عايزه اعمل اي حاجه اصلا. بس يعني فلو عندكم اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات، انا عارفه ان انا مش دايما برد على الكومنتس، بس عشان بجد انا اصلا مش بفتح كتير، ولكن هحاول. وروحوا برضو عندي على انستجرام اعملوا فولو، وشوفوا الحاجات اللي انا ببيعها تقسيم، وممكن اضيف لكم سيرم ايفا في التقسيم، عشان خاطر لو انتوا عايزين تجربوه وتجربوا فكره النياسيامايد عموما من غير ما تدفعوا كتير، لانه دايما هتلاقوني حاطاه في روتين وبعمل لكم افكار روتينز كتيره، وبتبقى بسعر مناسب. انت تخشي تقولي انا مشكله بشرتي كذا، انا ميزانيتي كذا للاوردر، وانا هستلم في محافظه كذا، فاقول لك سعر التوصيل عشان اعمل لك حاجه تناسب ميزانيتك بالظبط. بس يعني ده كان الروتين بتاعنا، روتين ايه ده، كان الـ اسمه ايه ده، الريفيو بتاعنا. يارب يكون الفيديو عجبكم استفدتوا منه، و تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.